بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. ينطلق مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام شوط الأخوة السودانيين هنا بهذه الأعداد وبهذه الشعارات وبهذه الأسماء مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. شوط للأخوة السودانيين أيضا يضم الأبكار الفطامين مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة الأولى متابعينا الكرام. وتأتي مسكتة لمحمد أبو شيبة السوداني يقدم لنا مسكتة، بينما المركز الثاني مليحة وعباس أبو بكر الزاكي يأتي في هذه اللحظات مع مليحة، بينما ثالث الأسماء تأتي نيران لعبد الرافع السوداني يأتي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظة والقدوم من أيضا تو نو تايم نو تايم بالفعل، والوليد أحمد السوداني يقدم لنا نو تايم، ما عنده وقت أبدا ما عنده وقت أبدا يقدم لنا نو تايم. ولكن الدخول من الدكتورة للسيد أحمد السوداني هنا يقدم لنا الدكتورة سيد أحمد السوداني هنا مع الدكتورة، ولكن القيادة والريادة والسيادة هناك مع الصدارة الأولى مع مليحة مع المركز الأول، وعباس أبو الزاكي هنا يتقدم مع مليحة مع المركز الأول بأداء رائع بأداء جميل على الصدارة الأولى ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا يقدم لنا هذا الأداء وانطلاق رائع، انطلاق جميل على الصدارة الأولى. خلاص خلاص ما تبي تعليمات ولا تبي أوامر، تنهي بهذا الأداء الرائع والجميل مشاهدين الأعزاء. انطلاق ولا أروع، تهانينا تهانينا والناموس لمالك مليحة عباس أبو الزاكي هنا يقدم لنا مليحة تهانينا والناموس. المركز الثاني الدخول مشاهدينا الأعزاء، هناك الدخول متابعي الكرام من مسكت محمد أبو شيبة السوداني، بينما ثالث الأسماء المركز الثالث تكريم للسر أيضا للسر إبراهيم ايضا ايضا ابو ضياء. نعم بالفعل يقدم لنا تكريم مع المركز الثالث، تهانينا والناموس ايضا لمالك. هناك ايضا مليحه عباس ابو الزاكي السوداني، وتوقيتها الزمني كان ايضا دقيقتين 17 ثانيه 71 ايضا جزء من الثاني، تهانينا والناموس.